بمشاركة 22 فنان ونحات من 12 دولة شهدت شواطئ مدينة سفاجة ختام فعاليات كرنفال البحر الأحمر للفنون، واللي بيتم تدشينه بغرض الترويج للمدن السياحية المصرية والتعرف كمان على المقومات السياحية اللي موجودة فيها. يعني اللي زار يمكن الخط ده من سفاجة ولغاية الغردقة، يعني ده أحلى شواطئ وأحلى بحر وأحلى مية. فهي فعلا في لما نيجي نعمل كده كرنفالات واعمال يعني تجذب السياح والسياحه، هو ده اللي هيوري الناس او هيوري السياح انه ايه المختلف، ايه الحاجات التانيه، ايه الشواطئ الحلوه اللي في بلدنا اللي يمكن مش معروفه قوي او يعني بتعمل لهاش ماركتينج كويس. فالكرنفالات دي مهمه جدا، بس خلونا نعرف تفاصيل اكتر عنها، يعني اتعملت ازاي، ايه اللي حصل فيها. معانا عبر الهاتف دلوقتي الاستاذ محمد حميده، منسق كرنفال البحر الاحمر للفنون. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. بتعملوا ايه؟ يعني في فنانين ونحاتين كتيره بيشاركوا في الكرنفال، لكن انتوا بتعملوا ايه في الكرنفال ده عشان تجذبوا كمان السياحة؟ هو كرنفال البحر الأحمر أنا حبيت أسميه البحر الأحمر علشان طبعا احنا ما عندنا من أجمل شواطئ العالم هي عندنا احنا في مصر، يعني بدون منازع. زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، من منطقة من الغردقة لسفاجة، بعدها القصير، وبعدها مرسى علم. دي شواطئ رهيبة جدا، وهي أصلا يعني جذب السياح من غير أي فعاليات، ولكن احنا بنأكد ده أكتر بالفعاليات بتاعتنا اللي احنا بننظمها طبعا كقطاع خاص، بمشاركه يعني رجال اعمال يدعموا الموضوع، وطبعا بالمواقعات الامنيه المطلوبه اللي احنا بنعملها دايما وبيؤمنوا بيها ان احنا بننشط السياحه عن طريق الفعاليات دي. فطبعا موجود عندنا 12 دوله 22 فنان، الدول اغلبها مصدره للسياحه، وفي دول يعني عمرها ما جت مصر، فطبعا زوارها المشاركين بتوعها دول بيبعتوا رسائل بره كويسه عن طريق الصور اللي بياخدوها على الشواطئ وعلى وهم بيرسموا وسط الاوتيل المستضيف للفعاليه. السياح اللي موجودين مبسوطين بالحاله اللي موجوده، شايفين نحاتين بيشتغلوا، شايفين رسامين بيشتغلوا، فده نوع من انواع الجذب السياحي لمصر. استاذ محمد، يعني زي ما شايفين في الصور مع حضرتك دلوقتي، كرنفال كده يعني بهجه، حاله من البهجه والفنون الجميله، وكمان فكره ان الفنان يشتغل قدام الناس فكره جميله حتى في الاماكن المفتوحه وعلى الشواطئ. عدد المنحوتات اللي موجود، الافكار اللي اتقدمت في الكرنفال السنه دي، وازاي كمان عايز اعرف تفاعل الفنانين الاجانب مع البيئه المصريه، لان البيئه المصريه بيئه كده محفزه ومشجعه للابداع. بص حضرتك، هو الشاطئ اللي احنا موجودين عليه يعتبر محميه طبيعيه، يعني يعني هو مصنف ثالث اهم محميه طبيعيه في العالم. جميل. طبعا مش هقدر اقول اسم الاوتيل، بس هو معروف، هي سفاجه كلها جميله. جميل. الفنانين المتواجدين تفاعلوا مع السياح والسياح تفاعلوا معاهم، والجمال الطبيعه اللي موجود، يعني انا اغلب اللوحات اللي طلعت اللي اترشمت من عن طريق الفنانين الاجانب الموجودين والعرب من الكورال والاسماك الملونه، يعني دي عملت تاثير بصري عليهم، فطلعوا شكل اللوحات بتاعتهم مستمده من قاع البحر. هو ربط ما بين السياحه والفنون، يعني انا دايما بشتغل كمؤسسه قطاع خاص، بشتغل ان انا اربط الفنون التشكيليه بالسياحه. ازاي نسلط الضوء على المقاصد السياحيه عن طريق سفراء من بره، مش سفراء رسميين، لا سفراء من مواطنين عاديين من دول اجنبيه او عربيه، ان احنا نخليهم يجوا ونستضيفهم ويصوروا اعمالهم ويصوروا مناطقنا الجميله ومقاصدنا الجميله وينشروها على صفحاتهم. والفيسبوك طبعا انتوا عارفين هو من اهم وسائل الاتصال الاجتماعي في العالم كله. طيب حضرتك كنت لسه بتتكلم عن الدول المشاركه والدول اللي شاركت لاول مره، عايزين نعرف الاثنين، مين الدول اللي شاركت؟ يعني عندي مثلا الاردن بتشارك معانا كتير، تركيا، السعوديه، عندي مونتينيجرو دايما معانا، بس في دوله اول مره تشارك معايا كرواتيا بصراحه. ومش عايز اقول لحضرتك قد ايه مستواهم كويس جدا الثقافي وبيحبوا بلدنا. وانا شايف عندهم شواطئ كمان كويسه، فهيقدروا فكره الشواطئ الجميله يعني. بس احنا احلى،
يعني اكيد طبعا. اكيد على فكره انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انا زرت سفاجه وبجد انا انبهرت بيها جدا، انبهرت بال يعني انا صراحه اتمنى باكد على كلام حضرتك ان طبعا في حكومه جديده وفي عهد جديد، يعني انا متفائل بيه، وفي وزير سياحه اصلا بخبره وزاره وزير طيران، فهي الطيران والسياحه يعني هم هيكملوا بعض. فلما كنت وزير سياحه واخد ده اختيار رهيب يعني انك تروح وزير كده، فالسياحه من غير طيران ما تنفعش. فان شاء الله بس هو يعني يسلط الضوء على مطار مرسى علم، لان مطار مرسى علم ما بيدقلش الا من دول اجنبيه بس. انا ساعات بعلم ناس من دول عربيه في مرسى علم ما بيعرفوش يلاقوا طيران يجيبهم، واخد بالك؟ فاحنا بنتمنى بس ان يكون الخط ما بين الغردقه لسفاجه القصير لمرسى علم يبقى فيه اهتمام اكبر بالدوله، يخلقوا جيل جديد من رجال الاعمال الشباب. يعني يعني عندنا اسماء رجال اعمال في السياحه كبار، بس ممكن تخلق ثلاث اربع اجيال تاني من الشباب اللي يعني احنا دلوقتي عندنا نواب محافظين شباب صغيرين، فهتلاقي الفكر ده موجود اكتر في الفتره الجايه. ده كويس، انما احنا عايزين بقى نخلق جيل من رجال الاعمال الشباب، نخصص لهم اراضي، يعملوا فنادق صغيره، طالما وزاره السياحه عايزه تزود الطاقه الفندقيه فلازم نعمل فنادق صغيره، وده قائم في كل العالم، فاهمين ازاي؟ اللي عنده 10 فنادق مش هيقدر يبني الفندق ال 11، بس صحيح. ممكن شباب يبنوا فنادق صغيره ويملوا الخط اللي حضرتك بتقول عليه جميل. كمان الخط ده خط واحد جدا، يعني في مشروعات سياحيه موجوده، سفاجه، قصير، مرسى علم، لكن محتاجين اكتر، ومحتاجين كمان طبعا تبقى اكثر جاذبيه، خصوصا انها واعده وفيها مقومات سياحيه اكتر من رائعه. عايز اسال حضرتك بقى عن هذا الكرنفال، كرنفال البحر الاحمر، لانه ممكن يكون كرنفال ليه كده يعني مكان في خريطه الكرنفالات الموجوده في المنطقه بشكل كبير ان شاء الله. هل يعني الكرنفال ده هينعقد ان شاء الله السنه الجايه او اللي بعدها في اماكن تانية غير سفاجه؟ ودي الدوره احنا كنا بننظم دايما في ان شاء الله في الغردقه وشرم الشيخ قبل كده من 2007، بس احنا بنهتم دلوقتي بالخط السياحي الجميل ده، لان هو صراحه رجال الاعمال اللي فيه ناس مؤمنه بالفن والثقافه، وبيستغنوا بعض عن بعض الاوض عشان يستضيفوا الفنانين دول زي الشركه اللي احنا عندهم. فاحنا هنكرره تاني، وعندنا في سبتمبر هو كرنفال مصر بقى، يعني مش كرنفال البحر الاحمر، لا، في شرم الشيخ بمناسبه يوم السياحه العالمي في الدوره الخامسه كرنفال مصر الدولي للفنون، وهيبقى يشمل جميع الفنون بما فيهم نصير شمة، موافق ان هو هيجي ان شاء الله اخر 4 ايام في الكرنفال. جميل طبعا، ده راجل عازف عظيم ساحر العود يعني زي ما بيقولوا. هو بيرسم كمان وبيرسم، يعني هو صحيح يعني، وانا بطالب من خلال وزاره السياحه تبقى معايا، يعني مش معايا يعني، تبقى سبورت ليا في الايفنت اللي جاي ده، لان ايفنت عظيم وقوي. ما انا معايا سيده اعمال هي هتستضيف الموضوع، بس محتاجين برضك ايه دعم وزاره السياحه والثقافه، يا ريت، من وزير الثقافه ما شاء الله زميل، يعني زميل وفنان تشكيلي زي بيقدر الفن طبعا دكتور احمد هنو. الاختيارات رهيبه بتاعه الوزاره دي، ويا رب تعود على بالخير على مصر يعني. حضرتك قلت لنا من شويه انك انت بتحب تشتغل على المساحه دي، مساحه ربط السياحه بالثقافه والابداع والفنون، برايك ايه هي الفنون غير طبعا فن النحت، لان ده فن اللي بيتجسد امام السائحين، ايه الفنون الثانيه اللي ممكن نشتغل عليها عشان تكون فنون جاذبه للسياحه الفتره اللي جايه؟ الكرنفال مصر الدولي اللي في شرم والناس بيوم السياحه العالمي هنضيف جميع الفنون فيها، يعني ما عدا السينما طبعا، السينما عايزه جهد اكبر. فهنبقى في موسيقى وفي عروض بيرفورمانس وفي فرق موسيقيه اللي هي فرق الشارع في المنطقه اللي هنعمل فيها الاحتفاليه، هي منطقه عامه في شرم الشيخ بيجيها الزوار من كذا فندق، فهيبقى في كده عازفين شباب صغيرين بيعزفوا زي ما بتبقى ماشي في شارع اسطنبول، في شارع الاستقلال في اسطنبول بتلاقي فرق صغيره الدوله بتسيبهم يعزفوا، ولا بتكلمهم ولا بتيجي جنبهم، بتسيبهم طيب بيجوا من كذا دوله، فده بيعمل كلنا بنروح هناك عشان نتصور مع الفرقه دي، احنا عايزين نعمل ده في مصر ان شاء الله. وبكل التسهيل المطلوبه من وزاره الثقافه ومن وزاره السياحه والاثار.
احنا مبسوطين قوي باللي احنا شايفينه ده، وحابين انه نلاقي كرنفالات اكتر واكتر زي ما حضرتك قلت، يبقى كرنفال مصر مش بس سفاجه ولا الغردقه ولا شرم، لا احنا حابين نشوفه في كل مصر. بنشكرك الاستاذ محمد حميده منسق كرنفال البحر الاحمر للفنون.